بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، في درس اليوم سنتعرف على ماهية الأحداث. في الدرس السابق تعرفنا على الخصائص، الآن سنتعرف على الأحداث. فما هي الأحداث؟ الأحداث هي مثلا الوقت الذي ينفذ فيه شيء معين، مثلا عند دخول برنامج، عند خروج البرنامج، عند ظهور شيء معين، هذا هو يعتبر حدث. للوصول إلى الأحداث نذهب إلى الأوبجكت انسبكتور عن طريق الضغط على F11 أو مباشرة من هنا عندما يكون يظهر لكم. نذهب إلى الإيفنت، هنا مجموعة من الإيفنت وتأتي جميعها بكلمة on، يعني عندما أو في ذلك الوقت ما الذي سيحدث. هذه الموجودة هنا باللون الأحمر هي عبارة عن خصائص اتصال، ليس لها علاقة بالأحداث لكن هي عبارة عن خصائص اتصال. في مثلا هنا on activate، نحن سنتحدث عن نموذج on activate، ما الذي سيفعله، on close ما الذي سيفعله، يعني عند خروج ما الذي سيفعله، عند خروج من النموذج ما الذي سيتم فعله. الذي سيتم فعله هو عبارة عن كود، وهنا مثلا on click، عند الضغط ما الذي سيتم فعله. سنقوم بالتطرق لمثال بسيط لكن لن يكون معقد كثيرا، سيكون عبارة عن مثال بسيط. مثلا في حدث on close فقط للوصول إليه، نقوم بالضغط المزدوج هنا على هذه المساحة الفارغة، كما ترون لا يوجد أي شيء هنا. نقوم بالضغط على المساحة الفارغة فيتم أخذنا إلى جهة أخرى ولا يوجد للنموذج. هذه الجهة تسمى جهة تحرير أو محرر الشفرة، لم نذكرها في تقديم بأدى الفيل، لذا فهي كما ترون هذا يوجد هنا مصمم النموذج، وهذا هنا هو عبارة عن الكود. يمكن التغيير بينهم عن طريق الضغط على F12 أو F12 أو الضغط هنا على هذا الزر توجل فورم، التغيير بين الفورم والكود. هنا كما ترون الكود فيه مجموعة من الأشياء اللي نعرفها التي سنتعرف عليها في الدرس القادم. هنا أشياء لا نفهمها لكن سنعرف شيء بسيط لكي نتقدم في الدرس القادم. سنكتب له كود بسيط وهو show message، نقول له show message، وهي كما تعرفون أمر بسيط، show message أو أظهر رسالة. ما الذي سنقول له؟ نقول له goodbye هكذا. لا تقلق إذا لم تكن فهمت لماذا أو لكيف أو شيء من هذا، فقط تابع معي وستفهم كل شيء. كتبنا هذا الكود في هذا الحدث وهو form close. الآن قلنا له عند الخروج أظهر له رسالة، سنرى وسنفهم أكثر. نقول له شغل البرنامج، ننتظر تشغيل البرنامج. كما ترون نضغط على زر كلوز وهو كأنه الآن فقط خرج، يعني البرنامج عند الخروج يظهر له رسالة. أتمنى أن يكون الأمر قد وصل، إذا لم يكن قد وصل سأقوم بشرح شيء آخر. مثلا إذا أردنا الوصول إلى الكود هذا الموجود هنا، مثلا شو ميساج، ويوجد أجوعة من الأكواد الأخرى، إذا أردنا الوصول إلى هذا الكود فقط بدون إعادة كتابته، نضغط هنا ونقول له btn، أو عفوا ليس هذا، هذا الكود الموجود هنا مثلا btn click، أو هذا الكود الموجود في مكون معين. إذا أردنا الوصول إليه عن طريق حدث معين، في حدث معين يتم تنفيذ هذا الكود، إما عن طريق الذهاب هنا وكتابة الكود، أو عن طريق الذهاب مباشرة إلى on click واختيار الكود أين هو موجود، في أي حدث موجود. يعني هنا في البي تي ان كليك، يعني عند الضغط على الزر قم بعمل هذا الامر وهو اغلاق النموذج. يمكننا الوصول، يعني هو حدث، يعني يمكن الربط بين الاحداث. هذا حدث في الاون كليك، نذهب الى هنا اون كليك، يعني يمكن الربط بين الاحداث. نقول له اون كليك الخاصة بالنموذج هي نفسها الاون كليك الخاصة بالبتن. نقوم بالضغط على تشغيل البرنامج، نضغط على النموذج وليس على النموذج وليس على الزر، نضغط على النموذج فيقوم بتشغيل نفس الكود ويخرج لنا من الواجهة. أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.